مرحب بكم في برنامج، وهذا البرنامج اسمه غريب أنا في الأرض. نحن غرباء، وهذه كلمة الرب اللي تقلنا هذا الشيء. واليوم راح أشارك عن الخلاص اللي عندنا. نحن حكينا على تطويبات، حكينا على الملح والنور، ولكن أريد أشارك في آخر حلقة معكم خلاص اللي ممكن أنت تحصل على الأمور اللي حكينا عليها من خلال المسيح. كيف ممكن أنا أنه أخلص؟ ففي يوحنا الإصحاح الثالث الرب يقول لنا أنه صار بينه وبيننا قديم حديث. فيوحنا 3 يحكي لنا أنه كان إنسان من الفريسين اسمه نقديمس رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. فنقديمس شخص رجل دين في المجلس اليهودي اللي هو فيه 71 شخص، فواحد من قادة اليهود، وجاء بالليل عند الرب يسوع ويستفسر ويقول له أنه أعرف أنه أنت معلم. والناس كثيرة تقول المسيح هو نبي أو معلم وكافي وخلص. فهذا الشيء اللي يحكينا إياه الناس، وهذا الشيء اللي يحكي نقديمس، لأنه شاف الأعمال وقال مش ممكن أنه شخص جاينا بهالأعمال هاي والكلام هذا بدون أنه يكون الرب معه. فالرب جاوبه بغير أسلوب، بطريقة عجيبة، وقال له العدد 3، جاب يسوع وقال: حق الحق أقول لك، بالتأكيد بالتأكيد، أنا أؤمن، الحق الحق، إن كان أحدا لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. أريد أقول لك، وأنا أصدق حق الحق، أصدق يسوع يقول مرتين للتأكيد، إنه إذا ما تولد من فوق، إذا ولادتك ما هي روحية من فوق وليست جسدية فقط، لا ترى ملكوت السماوات. أنت لا تمدح الرب، ولكن اتعلم من الرب ما هو الخلاص، ما هو الشيء الصحيح. لا تمدح بالشفاء وقلبك بعيد. وهذا أنه إن لم تولد من فوق لا ترى ملكوت السماوات. فقال له نقديمس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ المسيح بوادي وهذا بوادي. المسيح دي يحكي على الحياة الأبدية والروحيات، هذا دي يحكي على الإنسان، لأن هو يقول أنا شيخ كبير، لعله يقدر أن يدخل إلى بطن أمه ويولد. يفكر في الجسد، أنه شون أنا أرجع إلى بطن أمي وأرجع مرة لخ وولد مرة لخ. جاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات. شو معنى هالكلام؟ شنو معناته هذا الكلام؟ انه يسوع دا يقول لنا ان كان احد لا يولد من الماء والروح. الماء هو كلمة الرب. افسس 5:26 يقول لنا انه الماء هي كلمة الله، والروح هو الروح القدس. والروح، الروح بها التعريف، لام التعريف، فلذلك هو الروح القدس. فبدون كلمة الرب اللي يبين لك الطريق، اللي بينت للطريق، اللي بينت للخلاص، وبدون روح الله اللي يشتغل جوه، لا يقدر أحد أن يدخل ملكوت السماوات، ملكوت الله. فإذا اليوم أنت تريد تخلص لازم تقرأ كلمة الرب وتعرف ما هو الخلاص، من وين جاي الخلاص، من شخص المسيح اللي مات على الصليب وفدى نفسه من أجلك ومن أجلي ومن أجل العالم، وجاء ومات على الصليب، سفك دمه فداء من أجلي. بالنعمة أنتم مخلصون، وهذا ليس منكم، لكي لا يفتخر أحد. أفسس 2:8-10 يحكينا بالإيمان، لكي لا يفتخر أحد. من عنده هو بالروح، قوة الروح القدس. الروح هو اللي يحصر الشخص ويبين للشخص من هو الله. الروح هو اللي يقول لك أنه أنا العالم هذا ما يقنعك وأنا ما أقنعك، ولكن الله هو اللي يقنعك بروح القدوس، هو يقنعك. لا أقدر أن ندخل ملكوت السماوات، مولود من الجسد هو جسد هو،
إذا أنت بس بالجسد مولود، أنت بس جسد، والمولود من الروح هو روح. هذا الشيء اللي قال لنا يا الرب في يوحنا 1:12-13، كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. بعدين عدد 13 يحكي أنه المولودين ليس حسب مشيئة جسد ورجل وأمرأة ولكن بالروح من الرب مولودين. ينبغي أن تولد من فوق، الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي وإلى أين تذهب، هكذا كل من يولد من الروح. روح الله لا يقدر إنسان أنه يعرف من وين جاية. نحن ما نعرف الرياح، ما نعرف الأمطار، عندنا أبو الجو يقول لنا ممكن هل هذا الشيء يصير، ممكن هذا الشيء يصير، لأنه ما يعرف بالضبط. ونفس الشيء روح الرب ممكن أنه يدخل ويحكي معك ويحكي مع الشخص الثاني وحسب، لأنه شايف الأمور من جوه ويقدر أنه يعمل هذا الشيء. لكن نيقوديموس ما فهم هذا الأمر، كيف يمكن أن يكون هذا؟ ما مفتهم شيء بسيط اللي هو الأنواع الجوية، ما مفتهمها. أجاب يسوع وقاله له أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ يعني شيء بسيط. الناس تتصعب بالأمور الدنيوية، أنه نتصعب أنه نفهم أمر شايفينه، أمر نشوفه بالجو والطقس والريح والمطر وما فاهم، وأنت معلم وما فاهم هذا الأمر. الحق أقول لك أننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تأمنون، فكيف تأمنون إن قلت لكم السماويات؟ الرب ما يتوقع من الشخص هذا أنه شو القصة، يقول له أنت ما تفهمني على أمر دنيا، وكيف رح تفهمني في أمور اللي هي من السماء؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. هنا الرب يسوع المسيح ده يحكي على الأمور اللي هو عارفها من السماء عن نفسه. لقب يسوع هو ابن الإنسان، لأنه صار وتجسد وصار إنسان، واحدة من ألقابه أنه هو ابن الإنسان. ابن الإنسان اللي إجا ولكي يخلصنا صار واحد من عندنا، أخذ هذا اللقب من أجلنا، اللي هو جاء من السماء وعارف الأمور كلها. يعني إذا أنت تيجي من بلد راح تحكي لي على هذا البلد، أنا ما رايح لهذا البلد وأقول لك كيف الطقس هناك، كيف الحياة، كيف الأكل، شلون الأكل، شلون الأمور اللي عندك هناك. أنت تحكي لي كل الأمور. بس إذا واحد يجي من غير ذاك البلد ما يعرف الوضع، فيقول أنا يسوع يقول أنا جاي منك ودا أقول لك هذا الشيء وكيف الأمر هذا. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. هذا الرب قال لنا يا أنه في العهد القديم عندما الشعب تمرد، موسى طلب من الرب أنه ينقذ الناس، فبالإيمان الرب قال له بالإيمان ممكن أنه الناس هاي تخلص. كيف؟ أنه إذا وضعت حية على خشبة والناس نظرت صدقت في الكلام اللي أنت تقوله تخلص، أنه تنظر إلى هذه الحية وتخلص، وعندما نظرت الناس شفت. فالمسيح يقول أنا هو نفس الشيء، الناس اللي راح تنظر لي في هذه الصورة أنه أنا معلق على خشبة، هي أيضا راح يصير علي نفس الشيء، وهي من خلالي تخلص لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. خلاص من يسوع له المجد، يعطينا صورة الخلاص. الكتاب المقدس المسيحية هي أمر أكيد. أنا مخلص ليس لأنه أنا زين، أنا مخلص لأنه يسوع فداني. أنا فقط صدقت أنه يسوع فداني، أنا فقط صدقت الكلام هذا، الخبر السار هذا، أنا فقط قبلت هذا الكلام لحياتي، أنه أؤمن أنه هو
حمل الله الذي يرفع خطية العالم، مثل ما قال عنه يوحنا المعمدان عندما رآه. وهنا يجينا إلى عدد 16 اللي هو مركز والحياة المسيحية ورسالة المسيحية كلها، يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذا هي مركز المسيح، أحب الله العالم، الله يحبك. المسيحية هي عن محبة الله إلنا من خلال الكلمة صار جسدا وحل بيننا. كلمة الله هو المسيح، صار جسد وحل بيننا، وهذا هو ابن الإنسان وإجا وصار لأنه الرب يريد يخلصنا. أحب الله العالم، حبك، يحبك الرب، وإجا حتى بدل ابنه الوحيد، بدلها الكلمة، أعطى شيء ثمين من أجلك ومن أجلي، وأعطانا البركة لكي تكون لنا الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه للعالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. فالاختيار لك. إذا أنت اليوم، إذا شخص يحبك، إذا امرأة تحبك أو أنت تحب امرأة وتقول لها هذا الكلام، الاختيار راح يكون إلها أو الاختيار راح يكون إلك. اختيار إلك. والرب أثبت لنا أنه يحبنا، أنه عمل شيء، أرسل ابنه الوحيد وتجسد وصار واحد مثلنا لكي يخلصنا، لكي يخلصك. وإذا ترفض هذا الشيء أو لم تقبل هذا الشيء فأنت مسؤول، وأنت دينون عليك، لا تروح للجحيم. الرب ما يريدك تروح للجحيم. الجحيم هي مخلوقة للشيطان وأتبعه الملائكة الساقطة، ما مخلوق الجحيم إلى الإنسان، إليك أنت وإلي. ولكن أرجوك أنه لا تروح هناك. أتوسل إليك أنه اليوم تقبل المسيح، تقول له يا رب اغفر لي خطايا، أنا جاي لك اليوم بدمك الكريم، أرجوك يا رب أنت اغفر لي خطاياي، بدمك الكريم غطي خطاياي. ومثل ما كان هذا الدم في القديم هو بركة في المراسيم العهد القديم، يسوع هو لنا البركة اليوم. الخلاص لك مجاني، أخذ واقبل، والمجد ليسوع. شكرا، والرب يبارككم.